ياماتو أشهر سفينة ارتبطت باسم البحرية اليابانية في الحرب العالمية الثانية، وأضخم سفينة تم بنائها في التاريخ. وزنها وصل إلى 75,000 طن، وامتلكت أكبر مدفعية بحرية في التاريخ. وطول فترة الحرب كانت دايما في الخطوط الخلفية، ما بتعملش أي حاجة، واستخدمت مدفعيتها ضد السفن الأمريكية مرة واحدة بس في الحرب. والسؤال هنا، هل السفينة ياماتو كانت فعلا فعالة في الحرب، ولا كانت مجرد هدر لموارد اليابان المحدودة؟ تعالوا نعرف الإجابة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد حسني، واهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج وور باص، برنامج اختصار وور اند بزنس، الحرب والبزنس. واهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة معركة وسلاح ودرس، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن اشهر المعارك والاسلحة على مدار التاريخ العسكري بشكل عقلاني منطقي بعيد عن العواطف، علشان نعرف مدى فاعليتها وتأثيرها على مسار الحرب ونتيجة الحرب. وبطل حلقة النهاردة هي فخر البحرية اليابانية، السفينة ياماتو. وزي ما حصل مع الدبابة تايجر حصل مع ياماتو، هي ان كل الافلام والوثائقيات اتكلمت عنها بشكل عاطفي بعيد عن مدى فعاليتها الحقيقي في الحرب. وده الهدف من حلقة النهاردة، ان احنا نناقش ياماتو بشكل عملي ونشوف مدى فعاليتها العملية وتأثيرها على الحرب. ونبدأ بالبداية، لان البداية دايما هي اللي بتكتب النهاية. وبدايتنا النهاردة هتكون سنة 1905 مع معركة سوشيما، المعركة الابرز في الحرب الروسية اليابانية، واللي فيها اليابان بتدمر الاسطول الروسي. بعد معركة سوشيما معظم قادة البحرية اليابانية اتزرع في السبكونشس او اللاوعي عندهم ان السبيل الوحيد للنصر في المعارك البحرية هي السفن الحربية الأضخم والأقوى، وأن الطريقة الوحيدة لهزيمة العدو هي بتدمير سفنه الحربية وأسطوله الحربي. ولكن بحلول سنة 1922 الأمور بتتغير بدخول حاملات الطائرات في الأساطيل البحرية. والغريب أن اليابان كانت أول قوة بحرية تستخدم حاملات الطائرات، ولكن معركة سوشيما فضلت مزروعة في اللاوعي عند البحرية اليابانية. مهما يطوروا في حاملات الطائرات، فلازال في اللاوعي أو السبكونشس عندهم أن السفن الحربية هي الأهم. ومع دخول فترة الثلاثينيات وتوسع اليابان عسكريا في اسيا، اصبح من المتوقع ان في حرب بحريه قادمه بين امريكا واليابان. الحرب دي هدفها السيطره على اسيا، لان توسع اليابان بيصطدم مع مصالح امريكا في اسيا وخصوصا الصين. وده ظهر بوضوح من موقف امريكا ضد اليابان في الحرب الصينيه اليابانيه الاولى سنه 1931 والثانيه سنه 1937. مع استعداد اليابان لدخول الحرب الصينيه اليابانيه الثانيه سنه 1937، القاده اليابانيين اصبحوا على يقين من حرب قادمه مع امريكا، وكان لابد من الاستعداد للحرب. اليابان عارفة كويس جدا انها ما تقدرش تنافس القدرة الصناعية الامريكية في انتاج السفن، ومن هنا تولدت فكرة بناء سفن اضخم بمدفعية اكبر، علشان تقدر تشتبك مع اكبر عدد من الاهداف في نفس الوقت، وباستخدام فارق القوة في المدفعية تقدر تنهي المعركة لصالح اليابان. تفكير سليم ومنطقي، ولكن في الوقت الخطأ والحرب الخطأ. كانتاي كيسن، المعركة الحاسمة. اليابان بدأت قوتها البحرية في نهاية القرن ال19 بمساعدة البحرية البريطانية، واعتمدت على استيراد السفن والتكتيكات من الدول الغربية. واهم استراتيجيه استوردتها اليابان هي الكانتاي كيسن، او المعركه الحاسمه. وصاحب استراتيجيه الكانتاي كيسن هو المؤرخ البحري الامريكي ألفريد ماهان. وفكره الكانتاي كيسن او المعركه الحاسمه ان البحريه تكسب الحرب عن طريق معركه بحريه حاسمه، بالظبط زي ما حصل في معركه سوشيما سنه 1905. وفعلا تاكدت فكره الكانتاي كيسن او المعركه الحاسمه بعد نصر اليابان في معركه سوشيما، واصبحت معركه سوشيما هي فعلا بذره الفشل اللي اتزرعت في قلب شجره النجاح. اليابان بنت استراتيجيتها ضد امريكا في المحيط الهادئ على فكرة المعركة البحرية الحاسمة. باستدراج الاسطول الامريكي لمعركة حاسمة في المحيط الهادئ، اليابان بتستفيد فيها من الوضع الدفاعي الممتاز، لانها اقرب الى قواعدها، وتستغل الفرصة وتدمر الاسطول الامريكي بالكامل وتسيطر على اسيا بالكامل. وعلشان اليابان ما تقدرش تنافس امريكا في القدرة الصناعية، فتولدت فكرة بناء السفن من فئة ياماتو، وهم سفينتين، ياماتو وموساشي. وزن السفينة الواحدة 75,000 طن، اكبر سفن حربية اتبنت في التاريخ. وعلشان تعرف مدى ضخامتها، فمتوسط وزن حاملة الطائرات في الاسطول الياباني او الامريكي في الحرب العالمية الثانية كان حوالي 38,000 طن. السفينتين امتلكوا اكبر مدفعية في التاريخ البحري من عيار 18 بوصة، في حين ان اكبر مدفعية امتلكتها امريكا كانت من عيار 16 بوصة. الهدف من بناء سفن بالضخامة دي هي تعويض التفوق العدد الامريكي بالتفوق النوعي لياماتو وموساشي، واللي يسمح ليهم بالاشتباك مع السفن الامريكية من مسافات اكبر وتدميرهم بسرعة اكبر. Ship for the wrong war، السفينة الصح للحرب الخطأ. بناء السفينتين ياماتو وموساشي كان مبني على فكرة المعركة البحرية الحاسمة، فكرة منطقية وسليمة، ولكن
في المرحلة دي أصبحت حاملات الطائرات هي القطعة المركزية أو الفلاج شيب في الأسطول البحري، وبالتالي المعارك هتكون معارك حاملات طائرات وليس سفن حربية. إذن فكرة الكانتاي كيسن أو المعركة البحرية الحاسمة اللي اليابان هتستخدم فيها المدفعية البحرية الأكبر أصبحت منتهية الصلاحية. وده أول درس في حلقة النهاردة، درس التوقيت. التوقيت هو أهم شيء. الفكرة الصح أو الخطة الصح في التوقيت الخطأ ملهاش أي لازمة لأنها منتهية الصلاحية. علشان كده أدميرال إيسوروكو ياماموتو اعترض بشدة على بناء السفنتين لأنهم من وجهة نظره هادر للموارد. إجمالي وزن السفنتين هو 150,000 طن. وزن ال 150,000 طن يكفي لبناء 5 حاملات طائرات أو 100 غواصة أو على أقل 10 سفن حربية من فئات أخف. ولكن البحرية اليابانية بتتجاهل ياماموتو وتبدأ بناء السفنتين ياماتو وموساشي. بتبدأ في بناء ياماتو سنة 1937 وموساشي سنة 1938. عملية البناء بتتم في سرية تامة في أحواض سفن خاصة بسبب حجم السفنتين الضخم. الدخول للخدمة وفعاليتها العملية. بيكتمل بناء السفينة ياماتو في نوفمبر 1941 وبتدخل الخدمة في ديسمبر 1941 بعد معركة بيرل هاربر. بالنسبة لموساشي فبتدخل الخدمة في أغسطس 1942. مواصفات السفينتين كالآتي: الوزن 75,000 طن، أما المدفعية فكانت من عيار 18.1 بوصة. ده غير طبعا ترسانة مدفعية أصغر حولتها إلى قلعة بحرية. أقصى سرعة ليها 27 عقدة. أقصى مدى للمدفعية 18 بوصة هو 42 كيلومتر بمساعدة طائرات الاستطلاع. ياماتو بتكون هي السفينة المركزية أو الفلاج شيب للأسطول الياباني بداية من فبراير 1942. بتشارك نظريا في معركة ميدوي في يونيو 1942، ولكنها كانت بعيدة عن معارك حاملات الطائرات اللي حصلت ولليابان خسرت فيها 4 حاملات طائرات. خلال الفترة المتبقية من سنة 1942 تم استخدام ياماتو وموساشي كسفن نقل للقوات اليابانية بسبب حجمهم الضخم، وبسبب ان اليابان خسرت سفن نقل كتيرة خلال حملة جوادالكانال، وده لان اليابان فشلت في توفير حماية كافية لسفن النقل ضد الغواصات الأمريكية. ديسمبر 1942 ياماتو بتتعرض لإصابة توربيد من غواصة أمريكية بتخرجها من الخدمة لحد يناير 1943. وعلشان موساشي وخصوصا ياماتو يعتبر فخر البحرية اليابانية، فبدل ما اليابان تستخدمهم في المعارك ضد أمريكا بتبعدهم عن الجبهة خوفا من إغراقهم وضرب الروح المعنوية للبحرية اليابانية. وبتفضل مشاركة السفنتين لحد سنة 1944 كسفن نقل للقوات اليابانية. يعني أضخم سفنتين أكبر مدفعية تم بنائهم في التاريخ تحولوا لسفن نقل. علشان كده المشاركة العملية في المعارك للسفنتين كانت معدومة لحد سنة 1944، لأن أغلب مشاركتهم كانت في نقل القوات اليابانية مش المعارك البحرية. ولكن كل شيء بيتغير مع غزو الفلبين ومعركة خليج ليتي في أكتوبر 1944. في المرحلة دي بدأت مرحلة اللاعودة والهزيمة أصبحت مؤكدة لليابان في الحرب، وكان لابد من إشراك السفنتين في المعارك البحرية بغض النظر هيحصل فيهم إيه؟ السفنتين ياماتو وموساشي بيشاركوا في معركة خليج ليتي في أكتوبر 1944، ودي أكبر معركة بحرية في التاريخ. موساشي بتكون محل تركيز القوات الأمريكية وبتغرق خلال المعركة، أما بالنسبة لياماتو فبتستخدم مدفعيتها ضد السفن الأمريكية للمرة الأولى والأخيرة في الحرب، وبتفشل إنها تغرق أي سفينة، وبتتعرض لإصابة بتجبرها على الانسحاب من المعركة. في الفترة ما بين نوفمبر 1944 حتى إبريل 1945 ياماتو بتكون بعيدة تماماً عن أي مشاركة عملية في المعارك. يوم 1 إبريل 1945 بتبدأ القوات الأمريكية غزو جزيرة أوكيناوا، آخر جزيرة يابانية رئيسية قبل غزو اليابان نفسها. بناء عليه يوم 6 إبريل ياماتو مصحوبة ب9 سفن يابانية من فئات أصغر بينطلقوا في العملية تينجو، عملية انتحارية لمحاولة إيقاف القوات الأمريكية من احتلال أوكيناوا. عملية انتحارية لدرجة إن هو تم تزويد ياماتو بوقود يكفي لرحلة ذهاب بالعودة. ياماتو والسفن المصاحبة ليها كانوا بدون أي دعم جوي ضد أسطول أمريكي مكون من 8 حاملات طائرات، وطبعا النتيجة متوقعة. بتغرق ياماتو ومعها 5 سفن من 9 قبل حتى ما يقربوا من إيكاناوا. التقييم العملي وتأثيرها على الحرب، وزي ما عملنا في قصة التايجر هنعمل مع ياماتو، وده الجزء من الحلقة اللي بيضايق كل الناس المحبين لأسطورة السفينة ياماتو. قبل ما ندرس تأثير السفينة ياماتو على الحرب لازم نعمل مقارنة بينها وبين السفينة الرئيسية الأمريكية أيوا. ياماتو كانت أكبر سفينة اتبنت للبحرية اليابانية في الحرب العالمية الثانية، والفئة أيوا كانت أكبر سفينة اتبنت للبحرية الأمريكية في الحرب العالمية الثانية. بالنسبة لياماتو فكان وزنها 75,000 طن ومدفعيتها من عيار 18.1 بوصة. أقصى سرعة عليها 27 عقدة، أقصى مدى للمدفعية 18 بوصة 42 كيلومتر. بالنسبة للسفينة أيوة فكان وزنها 45,000 طن
ومدفعيتها من عيار 16 بوصة وأقصى سرعة ليها 33 عقدة وأقصى مدى للمدفعية 16 بوصة 39 كيلومتر. على الورق ياماتو كانت أفضل من أيوة، ولكن في الواقع العملي أيوة هي اللي هتنتصر، لأن تصميم أيوة كان انسيابي أكتر وعلشان كده كانت أسرع. فرق السرعة 5 عقدة في السفن الحربية يعتبر فرق كبير جدا. أنظمة الرادار وتوجيه إطلاق النار على السفن الأمريكية كانت أفضل من السفن اليابانية، خصوصا في المرحلة الأخيرة من الحرب. الذخائر اليابانية كان وزنها أثقل، ولكن الذخائر الأمريكية كانت فعاليتها افضل. اذا فكرة ان السفينة ياماتو كانت سفينة خارقة هي فكرة خاطئة. ياماتو كانت السفينة الاضخم والاكبر، ولكن ما كانتش الافضل، لانك لما تقارنها مع السفينة ايوة هتلاقي ان في فرق 30,000 طن بدون اضافة للفعالية. بالعكس ده كمان ايوة افضل في انظمة الرادار وتوجيه اطلاق النيران. السفينتين ياماتو وموساشي كانوا قيمين جدا للبحرية اليابانية، لدرجة ان البحرية اليابانية خافت عليهم من الغرق خلال المعارك. ووصلنا مرحلة ان ياماتو استخدمت مدفعياتها البحرية ضد السفن الامريكية مرة واحدة بس في الحرب، لدرجة ان اضخم سفينة في العالم ما قدرتش تغرق سفينة امريكية واحدة. السفينتين ياماتو وموساشي كانوا هدر لموارد اليابان، وده كان رأي ادميرال ايسوروكو ياماموتو، لان وزن 150,000 طن يقدر يصنع لك 5 حاملات طائرات او 100 غواصة او 10 سفن من فئات اصغر. يعني بتكلفة سفينتين معدومين الفعالية كان ممكن تبني اسطول. على الاقل السفن الاصغر دي كان هيكون ليها دور في المعارك. ياماتو وموساشي كانوا مجرد متاحف بحرية متحركة بدون أي فاعلية عملية، وفوق ده كله كانت السفن الصح للحرب الخطأ. السفنتين اتصنعوا لحرب السفن الحربية، ولكن دخلوا في زمن حرب حاملات الطائرات. الدروس العملية المستفادة: قصة السفينة ياماتو فيها درسين عمليين مهمين جدا تستخدمهم في حياتك الشخصية وفي شغلك، ودول نفس الدرسين اللي كانوا موجودين في الدبابة تايجر. الدرس الاول: دايما تركز على الحل العملي مش الحل المثالي. اليابان احضرت 150,000 طن علشان تبني سفنتين معدومين الفعالية، في حين ان 150,000 طن كان ممكن يبنوا اسطول تاني يكون ليه فعالية اكبر في المعارك، وده نفس اللي حصل مع الدبابة تايجر. الدرس التاني والاهم: ان التوقيت هو اهم شيء. اهم عنصر في اي خطة هو عنصر الوقت. الاهم من الخطة الصح هو التوقيت الصح. نقولها بطريقة تانية: انت بتبني الخطة على التوقيت مش العكس. وده برضو نفس الدرس المستفاد من قصة الدبابة تايجر. ولحد هنا بكون وصلت نهاية كلامي عن السفينة ياماتو، واتمنى اكون قدرت اوصل الرسالة. وتنفيذا لقانون باريتو، لو عجبك 20% من الحلقة دوس لايك ما تنساش، واشترك في قناة اليوتيوب او اعمل فولو لصفحة الفيسبوك، والاتنين باسم ورباص بالعربي. لكن كالمعتاد اهم حاجة عندي هي رأيكم في الكومنتات، لان رأيكم فرصة كويسة لتبادل الاراء والافكار، وبيساعدني على تحسين مستوى المحتوى. واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة كل يوم جمعة وكل يوم اثنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.